شوية خجل في الطلبة. كمان جيد منيح انك عم تحس، هاي شغلة منيحة اللي بحس. حلوة اغنية كثير على فوا. علمني رحل انساني وانساه وتخيل انسى ايامي هو بنقول اول جملتين وبعد كده احنا بندخل بعد كده الجملتين دول بتوعه. يا احلامي كل اللي عشناه تخيل اني احبك اصبر واتحمل اكتر حتى لو جروحي تكبر يا حبيبي. شو حالي خبرني؟ ما وصل المطلع. مش مدوزن؟ ما وصل. سوري بقى. ما طلع. لحظة القصيف. ما فيني احكي. قول. ما مش يعني هي عالي عالي. لا لا مو عالي مو عالي هي من اصلا هو الكونتينور يعتبر بالتصنيف العلمي تبع الموسيقى دائما الخليجيين عندهم اصواتهم نوعا ما تعتبر كانها كونتينور كانها يعني صوتهم الرفيع بعنه عالي دون ما انه يكون عندهم جد. هو بالنسبه لهم واطي. لا هذا الصوت تركيبه الصوت بتبقى هيك مش كل الناس هيك. لا هن عم بيغنوا هيك. لا لا هو كمان هن هيك صوتهم مش فلسفته. لا فيك تغني فلسفته هيك. انتبه في روكرز بالعالم بيغنوا اعلى اعلى من هذا الغناء بس هن بيعلوا صوتهم عادي. مايكل جاكسون هيك شفت كيف؟ هالستيل انه اللي بيغني شوي نوع كل الوقت ضغط العالي. في ناس تانيين سود لا هن بيعلوا هن بيعلوا هن بيضغطوا بيوصل هن لا هن كثير عالي والوقت ضعيف كثير عندهم. يعني انتم بالنسبه لكم العادي نورمال هن عندهم بلش كثير ضعيف. اوكي؟ هو عالي بس حتى مش كثير هلا عاليه بس فت انت حاله سكر فايت دغري انه انا تلميذ عبد الحليم انه انا احالم حلو جميل حلو اللوك حلو اللبس حلو بس الصوت وين؟ ضاع الصوت النغمه راحت. اوكي؟ رجع اسمع شوف مطرح ما انت عم تفتش على النوطه مثل واحد عم يعربش مش عم بيعرف شو بده وين بده يروح فهمت كيف؟ متخيل اني رادارا هاي هن النوتات انت حولهم يعني عطوه قلبك يعني واحد ايده على قلبه فهمت كيف انه صابا راح دخيلك خليك معنا ها عم تفلط منك لشوي اصبر وتحمل اكثر حتى لو جروحي تكبر يا حبيبي لا 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 حبيبي ترجع لي يا حبيبي انا ناطر حبيبي انا ناطر مهما حاولت تبالي بس طموحي وضل مهما طال انتظار انا ناطر شفت كيف؟ يعني في اشياء حلوه وفي اشياء بتقطع بتروح منك دائما المقطع عالي بعرف بس انت يا يعني اضبط عم ترتاح اكثر شوي بالعالي صرت منتبه لك عده مرات من الدول السول دول الفا عندك سي لا للمي فا عم يكون غنيك احسن مما يكون فيه نوتات او اكيد بخمس نوتات. اوكي هلا بهون عم بتغني دائما ارسمهم براسك وشو بتحط حولهم احاسيس ما لازم يقودوك تصير برات النغمه لانه عم تكتروا كثير عم تزيدوا الغرب مش بمحلهم مرات لانه كل ما تزيدوا بيصير في امكانيه انه يشد صوتك غلط. برجع بذكركم انكم تصيبوا نوطه ونوطه عاليه ونوطه واطيه اصعب بألف مره من انكم تعملوا او خط واحد تلقطوه اصعب من انكم تعملوا له تريمولو او فريكونس الاوسياس ما تبغى تصير لا 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 يعني كثير هي بتغطي العيوب كثير. اوكي؟ ما طلعت مظبوط مش هالقافلة مش حلوة يعني لازم تكون مشدودة أكثر محكمة أكثر
ثلاثتكم عم تغنوا؟ عم تغني معه كمان محمد؟ لا مش بغني. انت وهو هو يعني بالنجم صاحب الغنية تقول له سكوت هو لألي اوكي هو غنى استاذ خليل قال لنا ما تغنوش انتوا الثلاثة في نفس الوقت. بغض النظر لما تغنوا مع بعض جربوا دائما ما تغنوا اذا حدا فات معكم غنوا كتيم اوكي؟ فهمت عليك انا اذا حدا فات معك دغري تصد بصوتك لحتى انت وياه ما كل واحد يصير عم يغني بطريقة. هلا بالاخر شيء بالختام بتعرف شلون الاقتصاد عرفت بس نقطة لا 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 يا أشد كله اكستريم بالصوتين عم يغنوا هن محمد اللي هو كتير سكر واللي انت عندك نوع من الخشونة او في شوي هيك بالصوت الفريكانس تبعه لما تغنوا بالتمرين سوا كان لازم انت تشحل من عندك لصوبه وانت تشحل من عندك لصوبه هيدا احلى تمرين الواحد ممكن يعمله ليقدر يحصل على نوع من التقريب بالصوت اوكي هذا تمرين صغير بينعمل منه مش مشكله هذا بينعمل هون جوا انتوا قاعدين سوا بجرب واحد انه بحط شويه شوي بدفيه اكثر للصوت وانت بتجرب تحط له شاربنس اكثر اوكي يعني لمعيه اكثر استاذ يعني غني خلاص قول انا ما بحب اتحجج انا انا إذا تركيز أكثر على نوتاتك لأنك لما بتفوت دائما عم نفس الجو عم بضل، هون بدي أسأل أنا كيف إذا بتغني جو تاني، واضح إنه نصيف عم بغني عدة ستايلز بنقول، أوكي؟